ومعنا من الخرطوم عضو لجنة الأطباء المركزية الدكتور علاء عوض. نقد دكتور علاء، أهلا وسهلا بك. يعني أرقام لا تزال بتصاعد مستمر، قطاع طبي يعاني الكثير، وضع إنساني سيء جدا. ما هي آخر الأرقام لديكم، وما هي آخر الخطوات التي تحاولون يعني تطبيقها على الأرض لمساعدة السودانيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك الاستضافة في قناة السكاي نيوز العربية، وشكرا للتغطية اللي احدثتها للسودان. دائما الرحمة والمغفرة للشهداء ومن فقدناهم، وعجل الشفاء للجرحى والمصابين، ودعوات قلبية للسودان للخروج من هذه الأزمة. أعداد الجرحى والمصابين في تزايد، وإن كانت منظمة الصحة العالمية وصلت بأعدادها إلى حوالي 1500، ومن المصابين أكثر من 4000، لكن يعني إحصائيات اللجنة التنفيذية لنقابة الأطباء حوالي 300 قتيل و 1700 أو حوالي 2000 جريح. قد تكون هذه الاختلاف في الإحصائيات نظرا لأن منظمة الصحة العالمية تعتمد على كاميرات أو أقمار صناعية لحساب القتلى في الشوارع. الشوارع تضج بالكثير من القتلى والجثامين الذين بدأت أجسادهم في التحلل، ما يشكل كارثة إنسانية وصحية كبيرة جدا جدا. كما أوردت في تقريركم أن كثير من المستشفيات خرجت من الخدمة، لدينا حوالي 75 مستشفى خرج من الخدمة، من يعمل في الخدمة حوالي 23 مستشفى، وفي تقطع كبير جدا. المستشفيات تعاني نقص في الأدوية، نقص في الإمدادات الطبية والمعينات. الكوادر الصحية قد أهلكت لأنها تعمل من يوم 15 من أبريل، دائما تعتمد على المتطوعين أو أطباء أو كوادر صحية المستشفيات اللي بالقرب منها من مكان سكنها، وليس المستشفيات التي تعمل فيها من الأساس. الهدنة من يوم الثلاثاء يعني سمحت بقليل من الانفراج، ليست انفراجة كبيرة. بعض المستشفيات عادت للخدمة مستشفتين فقط، مستشفى حاج الصافي وبحري، وإن كانت إنها تحتاج إلى كوادر طبية وصحية. الأدوية في نقص مستمر، وحتى إلى موارد، يعني الموارد الناقصة دكتور علاء، حتى لتمكين المستشفيات يعني من العمل، مثل الوقود، المياه وغيره. نعم، مشروع كبير في الوقود، في الجاز، حتى في الإمداد الكهربائي والمياه. الآن اليوم مستشفى الدولي الذي تعمل من اليوم الأول قطعت فيها الكهرباء والمياه. هناك أيضا كارثة صحية في المعبر، الآن لما قلت في أرجين، تكدس كبير جدا للعابرين وللنازحين هناك، مما ينبئ باحتمال حدوث كوارث صحية. هناك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية الأحداث في السودان حوالي 20,000 امرأة قد تحتاج إلى الوضوء أو اقتربت من الوضوء، تكون مشكلة كبيرة. الأطفال، هناك حوالي 50,000 طفل قد يعانون مشكلة في سوء التغذية. الأطفال بدأوا منذ 3 أيام من مناشدات في غرف الطوارئ بأن هناك حوجة ونقص في لبن الأطفال في غرف الطوارئ التي وجدت لكي تعالج النقص موجود في كثير من المواطنين الموجودين في أماكنهم والذين لا يستطيعون الخروج للحصول على المواد الغذائية. هذا تقريبا هو الكارثة الصحية أو الحالة الصحية الحاصلة في البلاد، وسيئة جدا جدا، أقل ما يقال عنها. دكتور علاء، يعني أيضا بحسب اليونيسف تتحدث عن أنه ثلث المرافق الصحية والرعاية الصحية في السودان لا تعمل، وهي التي تؤمن تحديدا للأطفال الرعاية الصحية الأساسية. أمام هذا الواقع، وبما أنكم تحدثتم أيضا عن الهدنة، هل مكنتكم من التواصل مع منظمات دولية، يعني وهي قليلة جدا من لا تزال أو تتمكن من العمل على الأرض؟ نعم، من اليوم الأول كان التواصل مع المنظمات كبير شديد، لكن المنظمات دائما ما تحتاج إلى الأمن أو الأمان لحركة أفرادها، ولديها الكثير من المعينات وفي المخزون في مخازنها وفي مكاتبها، ولكن تحتاج إلى أمان للخروج من هذه المخازن ومن مقر عملها والوصول إلى المستشفيات. لا يغرب عليكم أو لا يخفى عليكم أنه 4 من أفراد منظمة الهجرة IOM الدولية قد توفوا نتيجة لهذه الاشتباكات، فمعناها نحتاج إلى هدنة طويلة ومحترمة من كلا الطرفين. الهدنة الحالية لم تحترم بشكل كامل، ولكن على الأقل هي أحسن من في قبل، ولذلك نحتاج إلى هدنة أطول محترمة بصورة أكبر، بعد ذلك نصل إلى وقف لإطلاق النار ونمضي قدما. ولكن الوضع الإنساني الآن يحتاج إلى هدنة كبيرة ومحترمة من قبل الطرفين على الأقل، حتى نستطيع جمع الأشلاء والجثث الموجودة في الشوارع التي بدأت بالتحلل، وبدأت حسب ما قال الصحفي عطاف أنها تصدر منها الروائح، وقد تكون بكارثة إنسانية وصحية كبيرة.
طيب سريعا دكتور علاء، هل هناك أي تواصل أيضا مع مختلف المستشفيات في مختلف الولايات لربما يمكن أن يؤمنوا نعم. بعض النواقص في المناطق مناطق نعم. الاشتباكات؟ نعم نعم، سؤال جميل جدا. حصل قد تم إخلاء كمية من الأطباء من المرضى إلى مستشفيات في الولايات المتاخمة، وهناك أيضا مستشفيات في الولايات المتاخمة بدأت استقبال المرضى. هناك كثير من المرضى أو المصابين يحولون إلى تلك المستشفيات. اليوم النزاع في إقليم دارفور للأسف اشتد في منطقة غرب دارفور والجنينة. تم الاعتداء على المستشفى، تم نهب المستشفى، تكسير بنك الدم، أجهزة الأشعة، الاعتداء على سكن الأطباء، حرق السيارات، بالإضافة إلى سوق الجنينة الكبير، فانهار النظام الصحي الموجود في الجنينة. هذه الحرب حرب عبثية وحرب مدمرة. نرجو ونناشد في طرفي النزاع أن تقف هذه الحرب، ونسمع صوت الرصاص وصوت البندقية، ونطلب من كل المجتمع الدولي أن يضغط معنا ضغط كبير جدا لإيقاف الحرب. شكرا جزيلا لك من الخرطوم عضو لجنة الأطباء المركزية دكتور علاء عوض، شكرا جزيلا لك على المشاركة.